المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري قال إن المستفيد الوحيد من هجوم سيناء الذي استهدف قوات من الجيش المصري هي إسرائيل، وأكد على استعداد الفصائل الفلسطينية للعمل مع القاهرة لكشف حقيقة ملابسات الهجوم. وقد أكدت الفصائل الفلسطينية في ختام اللقاء على ما يلي: أولاً، يدين الشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني هذه الجريمة البشعة المدبرة من جهات معادية لكلا الشعبين المصري والفلسطيني. ثانياً، تؤكد الفصائل الفلسطينية أن المستفيد الوحيد من هذه الجريمة النكراء هو العدو الإسرائيلي الذي يسعى باستمرار لخلط الأوراق وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخلق المبررات لإبقاء الحصار على غزة. ثالثاً، تؤكد القوى الوطنية والإسلامية وقوفها إلى جانب القيادة المصرية في معالجة آثار هذه الجريمة النكراء.